احنا عندنا دلوقتي فقره الصفاره. اتفضل يا كابتن، دي الصفاره معاك. انا هسال حضرتك 10 اسئله، من حقك تصفر في سؤالين انك ما تجاوبش عنهم. 10 اسئله؟ 10 اسئله هصفر في سؤالين. في سؤالين، من حقك سؤالين بس، لكن عندك 8 اسئله لازم هتجاوبهم. عايز توفر بقى الصفاره لحد الاخر براحتك، لان لو خلصت الصفارتين هتضطر تجاوب على بقيه الاسئله. ماشي. عايز اعرف منك، هل ندمت مره بعد مباراه وتضايقت كده من نفسك في قرار خطأ اخدته؟ اكيد يعني. لا يعني غصه جامده يعني وجعتك؟ لا، في فرق بان انت اخطات خطا. لا، خطا يغير مسار المباراه. لا 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 لا، في فرق بانك اخطات خطا انت شايفه واخطاته، فانت دي حاجه تانية. لكن في فرق ان انت في لعبه مثلا سهله وما شفتهاش. احنا في ظل وجود الفار طبعا ما بقاش في حاجه زي دي، لان انت لو في حاجه انت افتقدتها حكم الفار هيراجع وهيجيبك، فانت بتبقى الامور اتحلت. انا بتكلم قبل الفار، لو في قبل الفار لعبه انت ما شفتهاش وروحت ولقيتها فعلا اتهاجمت فيها ولقيتها فعلا كده، طبعا بتضايق جدا وبتزعل. لكن حصلت حاجة كبيرة توجعك انه يعني كبيرة؟ انا غيرت المسار مثلا، كان فريق كان هيكسب ولكن هو مثلا هبط بسبب ان انا في حاجة ما شفتهاش، يعني حاجة كبيرة تبقى حصلت يعني. لا يعني حاجة كبيرة ما تبقى دايما الاخطاء البشرية العادية. لا، حاجة ممكن مفيش حاجة عملت معايا مشكلة كبيرة. يمكن ماتش الزمالك والمقاولين ده 2-2 من 3-4 سنين، وكانت اللعبه انا صح فيها، يعني طلعت انا صح، اتهاجمت فيها بس طلعت صح والاستوديوهات كلها. فده ما فيهاش ندم بقى؟ لا لا، ما فيش ندم. لا لا، ما فيش ندم. اصفر ولا دي؟ لا، ما هو انت تصفر لما تعترض يا كابتن. ماشي. السؤال الثاني، هل المفروض الحكم وهو يعني نازل المباراه بيحط في عين يعني في اعتباره كده ان هو الفريق ده مثلا محتاج هيهبط، فمحتاج ان انا اعدي له الماتش ده تعادل، يعني نوع من يعني مراعاة ان الفريق ده ما يهبطش والفريق التاني مش محتاج حاجة زي كده؟ هل مثلا الضغط الجماهيري بيقول طب خلاص انا ممكن بدل ما ادي 5 انذارات هدي 3 انذارات مثلا؟ في الحكم بيحط ده في اعتباره ولا نازل ملوش دعوة مين اللي بيلعب ولا ايه ظروف الماتش؟ لا، هو الحكم ما اشتغلش حكم عشان هو يشوف ظروف الماتش محتاجة ايه وينزل على قد ظروف الماتش يشتغل. ملوش دعوة؟ لا طبعا، في كل الاحوال ملوش دعوة. لان انت معلش يعني لو انا بحكم ماتش زي ما حضرتك بتقولي فرقه على الهبوط وفرقه ملهاش في الموضوع، هو اكيد في ماتش تاني نتيجته متعلقه على الماتش ده. فمش الفريق بس اللي يعني معاه. لو هو بس الماتش ده الفرقه دي، ما ده اصلا ممكن تلاقي الفرقه ذات نفسها اللي موجوده هي اللي متعاطفه، مش انا. مش يعني ممكن هي الفرقه ذات نفسها اللي بتلعبها هي اللي بتعدي بقى، دي مش شغلتي. لكن اكيد بدام المشهد كده ان في فرقه لو خسرت تهبط وفرقه، اكيد ده متعلق بماتش تاني ان في فرقه هتهبط، وانا انت الحكم ملوش دعوه، انت حكم ما تتدخلش بده ابدا. ثالث سؤال، دلوقتي ابتدينا نشوف ان في حكام سيدات. هل حضرتك مع الموضوع ده بتشجعه ولا شايف انه لا احنا مش هو مش انا اللي هشجعه، لان الفيفا والاتحاد الدولي بيعمل على ده؟ لا، بس ممكن بقى كحكام يعني الرجال مثلا يوقفوا في الموضوع ده؟ ابدا 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 يعني؟ ابدا، لان هي انت مش هتاخد منك حاجه اصلا، يعني السيدات لما تيجي تحكم هي مش هتاخد منك حاجه اصلا. انت يعني دلوقتي موافق عليها يعني؟ طبعا طبعا. لا، خاصه ان انت دلوقتي الاتحاد الدولي اللي اتفرجت على كاس العالم اللي فات بالظبط، يعني مستوى التحكيم النسائي يعني يفوق رجال كتير موجودين في الفيفا. لا ده لازم ولابد، واحنا اصلا لو انت مش على الخريطه وفي حكام كره نسائيه موجودين في البطولات، ان عندنا شاهنده من اسكندريه قريب جدا هتبقى في بطوله كبيره، فانت لازم تبقى موجوده وكحكم الدوري ممتاز. يعني بتشجع فكره يعني النساء في عالم التحكيم؟ طبعا طبعا، شايف ان هي ظاهره كويسه ومفيده كمان. ده هو انت كده، ما انت مش هتتواكب مع اللي بيحصل في العالم، يبقى انت كده لا، انت كده هتبقى بره بعيد خالص يعني. والفيفا بتجبرك ان الحكام النساء يحكموا في الدوري الممتاز. السؤال اللي بعده، بنسمع انه التحكيم دايما بيبقى فيه مواقف كده صعبه، من ضمنها انه مثلا ممكن حد يعرض على حضرتك هديه حاجه يعني عشان خاطر ايه تسهل الامور لفريقه. هل حضرتك تعرضت لحاجه زي كده؟ لا، هو في مصر طبعا لا، مفيش اي حاجه من دي ابدا ممكن تحصل يعني، لكن ممكن تكون موجوده شويه في بعض المباريات في افريقيا، لكن برضو بتبقى في حدود يعني. وانت بتتعامل مع الموقف ده بشياكة قوي يعني، ان احنا مسلمين وان احنا ما بنقبلش الشيء دوت، وبينتهي الامر على كده يعني، ما بياخدش اكتر من كده.
طب احنا الحمد لله لحد دلوقتي ما استخدمناش ولا صفاره. لا مش هو نكمل بعد كده. مين اقوى في الضغط على الحكم، الاهلي ولا الزمالك؟ الضغط على الحكم، على الحكم. اه والله تسالي عن نفسي يعني؟ اتفضل يا كابتن. لا عن نفسي انا الاثنين ما يهمنيش ضغط، انا مش بتاع ضغط، انا مش في دماغي خالص يعني. هو انا طبعي يعني ايه، بيسميني الحكم بارد شويه يعني، فبيقولي انت بارد، فانا ما اعتقد ده مطلوب يا كابتن. اه في التحكيم اه مطلوب جدا جدا يعني، انت تبقى انت هادي بارد بس يعني ايه فايق، مش بارد ضايع بس فايق فايق للي بيحصل حواليك يعني. اللي بعده، اتعاملت ازاي مع هجوم رئيس الزمالك المعزول او السابق المستشار مرتضى منصور لما يعني هجمك جامد جدا؟ كل حاجه بتاخد في مصر يعني ممكن تاخد 3 ايام، بعد 3 ايام خلاص خلاص. لا انا ما بردش ابدا، عمري ما رديت على اي نقد او اي اساءه او اي حاجه من اي مسؤول، او يعني عمري ما برد يعني، عمري ما بطلع ارد او اكتب على صفحتي مثلا او اطلع ارد زي. لا لا خلاص، اللي يتكلم انا مش. انا عارف مهنتي، انا عارف مهنتي هي طبيعتها ان هي ان انت تنتقد سواء من ده ومن ده، فلكن هي فتره الفرقه دي بتلعب الماتش اللي بعده بينسى خلاص. انا عارف. لما قرات في مجله الاهلي لقب الحكم الملكي 2018 حسيت بايه بقى ساعتها؟ لا زعلت قوي، هي دي حاجه زعلتني جدا ساعتها والله، في لان كنت امشي مثلا حد يقول لي يا عم ده كاتب، اقول له يا عم انا ملاكي زمالك اجرى اهلي سياحه اسماعيليه انا بتاع كله فعادي يعني. فلكن انا موقف زعلني ساعتها، وكان ساعتها تقريبا يعني كابتن محمود الخطيب استاء من الخبر ده، ويمكن خد موقف مع الكاتب المنشور دوت او المانشيت ده، وساعتها يعني تم انهاء الموضوع ده بشكل سريع. لكن عادي يعني معرض للنقد ده، فحضرتك متقبل عادي؟ ما هو الحكم لازم يبقى هو يبقى فوق كل ده، لو هو الحاجات دي هتاثر فيه مش هيبقى حكم، مش هيقدر يكمل كده. كابتن محمد عادل، هل اخطا في يعني لما قال الاحتواء؟ واحنا فسرناها بشكل وحش يعني، احنا فسرناها بمفهوم وحش، لكن هو حب يقول كلمه ان فيها معناه ان هو مش عارف اقول ايه، لكن هي الكلمه يعني اتفهمت بشكل وحش، لكن احنا برضو بنتك على حاجات يعني. ما كل واحد ما بيصدق بقى، كل جمهور عايز يصطاد التاني. لكن هو كان يعني يفضل طبعا ما تتقالش يعني، بس عشان انت اصلا ما تقصدش بيها اللي تفسر بيها ده. النيه كانت كويسه ولكن اللي تفسر ما كانش مناسب يعني. تقييمك لمستوى التحكيم المصري، وامتى هنشوف حكم مصري بيحكم في كاس العالم؟ بيحكم قصدك بيشارك يعني؟ يعني ازاي يعني يبقى حكم سياحه؟ احنا عندنا تقريبا في كل دوره في حكم، او احنا عندنا مثلا بتتكلم على حكم كاس العالم الكبير يعني، احنا عندنا كاس العالم اندر 20، اندر 20 لا اندر 20 يعني تحت 20 سنه، تحت 20 سنه كان محمد معروف موجود، وفي تحت 17 سنه احمد حسام حكم مساعد لسه جاي له امبارح. انا عايز كاس العالم. ما هو كاس العالم بصي، هو انت في شمال افريقيا 4-5 دول، اللي بيروح كاس العالم من شمال افريقيا هو بيبقى حكم، هو الدور على مين اللي ماشي في التقويض دوت يعني، زي ما كابتن جمال غندور راح 98 وراح 2002 وبعده كابتن عصام راح 2006، غبنا فتره طويله بالزبط. لحد ما كابتن جهاد جريشه كان في مش فاكر بالظبط كام، لكن كان في دوره في كاس العالم اللي هي اللي قبل الاخيره بتاعت روسيا كانت 2000 وكام؟ 2018 في روسيا. 2022 ما كانش في حد عندنا غير مساعد محمود ابو الرجال، بس كان في يعني برضه لينا تواجد فيه، لكن انت الزون بتاع شمال افريقيا دايما المغرب، الجزائر، تونس، بيبقى دايما الزون ده بيبقى فيه حكم، ما بيروحش اكتر من حكم كاس العالم، ولو راح حكم تاني بيبقى فار مش حكم ساحه. فانت بتتكلم على حكم الساحه، اللي ماشي دلوقتي في افريقيا هو مصطفى غربال، هو اللي موجود على الساحه اللي هو هيروح كاس العالم زي ما راح كاس العالم اللي فات، لانه سنه صغير وهو يقدر موجود. فهو نتمنى ان فرصه تكون موجوده لامين عمر، لان هو اقرب واحد يكون موجود في كاس العالم اللي جاي، وانا شايف ان الاتحاد الافريقي بيبص له والفيفا بيبص له بشكل كويس يعني ان شاء الله احتمال نلاقي في كاس العالم اللي جاي.
لسه النهارده نازل الاسماء بتاعت الحكام اللي رايحين كاس الامم الافريقيه. رايح من عندنا ثلاثه، امين ومعروف والبنا، واثنين مساعدين احمد حسام طه ومحمود ابو الرجال، وحكم فار محمود عاشور. يعني احنا عندنا ست حكام رايحين كاس الامم المعسكر التحضيري في كوت ديفوار الشهر الجاي. اتمنى ان شاء الله في كاس العالم. يعني لا تواجدنا كويس، فاتمنى ان طبعا يكون دي خطوه لكاس العالم. واخيرا، سبب خروجك من القائمه الدوليه في 2018 وعدم الرجوع للقائمه دي تاني، هل ده ظلم لشخصك؟ هو انا مش عايز اتكلم ان هو ظلم طبعا، لان هو في بعض الامور اللي هي يعني متعلقه ب يعني اسرار جوايا مش هينفع اقولها، لكن انا اقول لك بشكل عام. يعني هو المفترض ان انا مؤهل ان انا ابقى موجود في القائمه، يعني انا فوت فنيا افضل حكم في مصر في التوقيت ده. اتصبت في الاختبار بتاع القائمه الدوليه، فانا ليا اعاده بعد شهر. فالاعاده دي لو ما نجحتش فيها فمش هبقى موجود. لكن ليا اوبشن ان انا يتبعت اسمي لحد ما اتعالج واجري يعني. فطلبت ده، قالوا لي لا مش هينفع، لازم تجري دلوقتي. فاخدت ريسك على نفسي واخدت يعني حقني في رجلي عشان اجري، وبرده ما حصلش نصيب ان انا كملت. في الوقت ده خرجت طبعا من القائمه الدوليه، وان كنت انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده ان هو بيضايقني يعني، لكن نصيبه وقدره والحمد لله. يعني الواحد ممكن يكون ربنا رزقه بحاجات تانية افضل من القايمه. انا جاوبت لك على 10. انت كده كابتن، يعني كده ندخل بقى في اسئله تانية عشان نستخدم السفاره كده. ما استخدمناش السفاره يعني يا كابتن. يعني 10 على 10 يعني ما بحبش اسافر اصلا. انا ما بحبش اسافر.